بونجور بونجور مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم. حنوعدكم مع واتس كوكينج، واليوم ليله نويل، واليوم شيف شربل محضر لنا فوندو. صح، اول مره بنعمل فوندو على الهواء. ايه مزبوط، هالمره عم نعمل فوندو المزبوطه. مزبوطه، هذيك الحلقه كنا عم نحكي عن الفوندو سون، طلب مني بليز عملنا فوندو حلوة تكون نقدر نحن نعملها بالبيت، لأنه بتعرفي الفوندو في كتير رسالتات، بس نحن اليوم رح نعطي الفوندو المزبوطة مزبوط هيك 100%، نعطي التبس تبعها كيف لازم تنعمل. وبذات الوقت عندنا كريسمس كيك هيك كمان سريع، يعني الأكلتين سريعين للي بعد، أكيد ثلاث أرباع العالم قررت شو بدها تعمل. مزبوط، بس بضل في كم شغلة هيك محتارين شو بدهم يعملوا. ما في اهون من طنجره الفونديو تنعمل تنحط على الطاوله طيبه كثير، انا بحبها كثير على نويل، والكريسماس كيك سريع كثير ما بياخذ معنا كثير وقت. هي كريسماس كيك مع الريد فروتس. مع ريد فروتس، ايه. شو لون نويل؟ احمر. احمر احمر مشان هيك هلا بدنا اكيد اكيد صح مشان هيك، بس انه ما عم نعمل كريسماس كيك الكيك يلي هو مثل اللي بيجي الباز الناشف الانجلش هيك، لا كريسماس كيك مع على طريقتك. على طريقتي رح نعمل البسكت معه نكسرها تصير كرامبل. فينا نعملها اخر تكي هلا. ايه ايه ايه. يلا خلينا نعملها والمشاهدين بيروح بيشتروا الانجريديان اصلا على السريع حد البيش هيك يكون عندنا شيء ثاني. تعجق بلشت تعجق كثير اليوم. اليوم بتعرفي على طول في اخر تكي على الطريقه اللبنانيه، ينزلوا اليوم اخر تكي بيعملوا شوبينج بقى لازم مزبوط يشهلوا يلحقوا يجيبوا الغراض. انا هون حاطط 200 جرام من البسكوي ديجستيف. ديجستيف هون، خليني ادوب الزبده، اهم شيء لازم ادوب الزبده قبل. لكن 200 جرام ديجستيف. صح، عم نحضر الريد فروتس مشاهدينا. لا الريد كيك مع الريد فروتس. مزبوط، رح احط قسم من الـ من الـ الفلوكون يلي هن الاوت معه. بدي اخلي القسم الثاني بدي اطحن نصهم واترك نصهم كرمال اقدر اخلي شدل في شقف هيك من الشوفان مبينين بال اوكي بالكروت. يلا انا هون الغطا تبعها بنطحنه مزبوط. ازعاج يلا بنطحنه مزبوط. بدنا باودر. سوري باودر تقريبا كرامبل. ايه. اكثر كرامبل. روعة. تمام كثير منيح، هالقد بدنا ما بدنا أكثر. يلا رح أحط هلا بدنا نمزجهم مع الزبدة. بدي أمزجهم مع الزبدة ونعمل كوش، أول كوش بالصينية. رح نحطهم هيك بصينية يشوفوهم المشاهدين أحسن ما نحطهم بجاط. وبنحط القسم الثاني من شوفان مثل ما حكينا. نخلطهم مع بعضهم مزبوط لنتاكد انه كلياتهم سوا. لاحظتي صار في عندي قسم منه كرامبل للشوفان، والقسم الثاني موجود هيك مبين بعد عندنا هالحب بقلبها، هيك ببين هيك ببين قد ايه في عندنا حبيت من الشوفان. يلا حطهم جبينا حالنا زبدة. يلا صحة على السريع نخلطهم مع بعضهم 100%. بنمدهم على الصينية، ما بدنا شيء. هلا اللي بحب يعملها بسيركل مثل التشيز كيك بيقدر، ما فيها مشكلة. واللي بحب يخليها هيك يرجع يكسرها مثل ما انا رح اعمل. اوكي رح نعملها كرامبل نحن، نكسرها كلياتها سوا. يلا كفوف افضل، نعملها دعكه صغيره بالكفوف اسرع. بنمدها على الصينيه وندخلها على الفرن لحدود العشر دقائق. 10 دقائق بنشيلها بنرجع بنكسرها. بنكسرها اوكي اوكي بنرجع بنردها بسكوي، يعني بنرجع نعملها بسكوي. نتاكد 100% انه كلياتها صارت مشبعه بالزبده. توب 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 على القد. لكن روسات هي 200 شوفان، 200 بسكويت، 200 زبدة. ما في أهين. 200 نحفظ دغري الروسات. صح. 200 200 200.
لاحظي كيف صارت، بس تمسكيها بايدك هيك تكبسي عليها بتضل تكمش، معناتها صارت جاهزة انه ندخلها على الفرن. هيك بنريح راسنا انه رح تصير بسكوي. رح اتركك دو سكوند لوحدة، يلا وبرجع بدي اغير البطارية. ستاف انا مش معود، مش معود هيك، مش معود. ما تطول علي. يلا رح نمدهم بقلب صينية لنحطهم بالفرن مثل ما حكيت 10 دقائق 180 درجة. انا انه يقدروا يطلعوا لنا بسكوي طيب، خاصة بس تكون بعدها شوي سخنة رائعة. اوكي يلا فيز 2، شو بدنا نبلش نعمل؟ بدنا نبلش نعمل الكريم. بدنا اي وحدة؟ هيدي خلص مش. يلا ويلكم باك، ويلكم باك. قلت لك ما رح اتاخر. هلا الموس بدنا نبلش نحضرها. هون انا عندي ويبينج كريم، بدنا نستخدم الويبينج كريم وبدنا نطوش الموشي، وبدنا نطوش الدنيا. هلا ما بدنا كثير بس ما بدنا نطرطش الدنيا، بدنا نخفق نص خفقه. هلا اوكي لا. لا. انا ما بعرف شو سبب الميكرويف هلا انه رز بدي. مزعلنا الميكرويف. بدنا نخفقها ثلاث ارباع خفقه، ما بدنا اياها تنخفق لانه بدي الموس تطلع رخوه، ما بدي الموس تطلع جامده. صح. وبما انه هلا مبلشين بالدسير، لان تركين الاكل الطب للاخر اللي هي الفوندو. هو الفوندو عشا عشا ثقيل يعني. عشا ثقيل. كيف اذا ترويقه؟ اهون معنا نهار كله نهضمه. تنهضمه مصير. اليوم في عشا ثقيل سو. لا في انا صراحة بحب خاصة حتى بليلة نويل بحب يكون هالفلا موجود. بحب هالفلا يكون موجود لأنه هيدي هيك جمعة حلوة. صح 100%. في جمعة وحلو إنه تشار يعني الفوندو الراكلات
بيت هلا للعائله فيكم دوبلوا الكميه. بدنا دو بورسيون كريم تشيز. مزبوط، يعني انا هلا مثلا عامل 200 جرام من الكريم تشيز وعامل 400 من الكريمه، فينا نزيدها شوي اذا قطعنا ال 10 اشخاص. كريم تشيز مزبوط. مزبوط، بس الكريمه نفس الشيء. بدك دوبلي الكريمه على طول بهيدي الفتره. 800 كريم و 400 كريم تشيز او 200 كريم تشيز و 400. مزبوط صح صح صح. وحلو فيها الروسات لاحظتي انه البسكوي 200 200 200، هيدي 200 كريم تشيز 400 يعني كله دبل دبل كله تقريبا عم بيكون شوي الروسات بتنحفظ سريعه. وشوفي هلا قد ايه طعمتها طيبه، قد ايه طعمتها طيبه. هلا بخبرهم بتيستينج. هلا بدنا نبلش نضيف الكريم فوقها. اوكي بدنا نشيك على الفرن. على لا الفرن فاين فاين ماشي حالهم مزبوط، يعني بعدنا حاطين جديد ما بيأثر عليهم. يلا خليني بركي بستخدم اول ملعقه افضل. دوز دوز عم نسمع. بونجور ريترو. بونجور ريتو. بنبلش نحضر الباز الاساسيه بالاول، بنحط كميه قليله من الكريمه فوقها تنقدر مثل ما حكينا ما يطلعنا نتفاجئ انه هالكريمي تشيز ما دابت مزبوط بقلبها، دل فيها شقف غلط. بدنا تظهر كثير طعمه الكريمي تشيز فيها لهيدا الدسير. ليك كيف بلشت تشد على بعضها، روعه. يلا حلوه الكريسماس سبيريت. احترقوا احترقوا. بلشت الريحه. هيدي الويب كريم طالعه مثل هيدي الكريم بياكلوها مع الكرابيج. شو اسمه؟ مثل الناطف. ناطف برافو. مثل الناطف. ما هيك؟ روعه. في اطيب؟ لا. كلها سكر بس. ايه انه الباز باز مورينج الناطف. ايه. مع شلشل حلاوي بس ما في اطيب وقديه مليئه. ايه. قديه مليئه. عن جد عن جد. اي لاف ات. روعة روعة روعة. عم نطلع فيها شوي شوي للروسات. كاتيا ما بتعرفي شو ناطرك. You don't know what you're what's waiting. يعني يلا شو رح نعمل هلا؟ نوفر بقى وقت غير الشكل. ريحنا هلا بدنا نلحق نعمل الفوندو. فوندو هينة. هينة فوندو قصتها. هينة هينة هينة. شو جايب جبنة؟ جبنة الفوندو خالد كونتي جرويير. واهم شيء بالجبنه هي جبنه البوفور. مزبوط البوفور هي اهم شيء لازم تكون موجوده بهيدي. عم نحكي كلهم من زيت عائله الجرويير، يعني للي بده يقول انه مثلا ما رح اكيد رح تكون شويه بالسعر منا رخيصه البوفور، بس انه هي اصولها يكون فيها بوفور. شويه بوفور فينا نضلنا نعملها كلياتها سوا بالجرويير. فينا مش ضروري نخلط هودي ثلاثة، بس على طول البوفور هي اللي بتعطي الطعمة الطعمة الطيبة. الكونتي كثير بتطيبها. بس ليه عم بحكي عن البوفور؟ البوفور il faut pas compter. il faut pas compter. تخيلي قد ايه هي من عائلة الجرويير البوفور. بس تخيلي انه من ال 11 لتر حليب تينشال كيلو. مشان هيك غالي. مشان هيك قوية حد طعمتها رائعة جدا. وكمان عم نحكي انه مجرد ما نحكي عنها ما فينا نحطها لوحدها، كمان تكون كثير هيك حدي حدي حدي. ايه صح صح. سو بدنا نكسرها مع شوية جريير وهيك. بدنا نكسرها مع الجريير. فينا نستخدم الابانزلور كمان اللي هي من اجود اصناف الاجبان السويسرا. يلا هون صار عندي الكريم كلياتها صارت جاهزه ردي. لحظه كيف كمشت بعدها. يعني تخيلي لو شدينا الكريم قد ايه كانت طلعت اقصى. صح يلا. ايه ميرسي لانه انطوشنا اليوم. في خبيط اليوم. في فشة خلق هيك بالمطبخ. في خبيط. ايه يلا ريحنا راسنا. صارت ردي جاهزه. جاهزه الكريم. الكريم هلا البسكوي شو يلا بالرد. البسكوي بالفرن
بسكوي بالفرن؟ تنشوف شو صار فيه. طلعت الريحه بتقول لك كاتيا. تنشوف شو صار. انا كمان عم شم الريحه يعني. شوي صغيره بعد. شوي صغيره بعد. بتكون خلصت. تقريبا بتفكر ما صار لها 10 دقائق رح يصير لها سله شيء. بس هيدا الفرن شي 8 دقائق سرق لها. يلا شو بعد بدي نخلص قصه الديسير كلياتها سوا. عندي انا هون بيستاشيو بدي بلش حضر. بدي بلش حضر الكرامبل. بدي اعمل كمان الريد فروتس. بدي اخلط معهم بيستاشيو. بدي اخلط معهم شويه بتنشف ترجع بتصير بسكويت. وما تنطروا للاخر، انطروا لتحمر مزبوط. ما تنطروا لتنشف لان رح تنشف صح. زياده صح تحترق. حطينا بابي بور تحتها. طبيعي 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 بدها بابي بور. هلا انا كمان عم بستعمل النون ستيك بس اهون لي اني اشيله وكسره اكثر. اكيد اوكي اكيد 100%. يلا صحن بدنا نعمل الفوندو هلا؟ هلا ايه خلص نحن ريدي للفوندو. اوكي. برفان غير شكل، بدنا ندوق. دوقي استاذ. اوكي ميرسي شربول. دوقي. شو هالطعمة القوية؟ هيدي الكونتي؟ هيدي البوفور. بوفور. كونتي اوريدي خلطتها مع الجروير.
حطيناهم سوا. طيب. هلا بس انا تركت قصه البوفور هيك تنفرجيها. بتعرف اطيب من ال أشقوين اكيد اكيد انا ما باكل أشقوين العادي، الأشقوين الحار، بس هيدا اطيب. ايه هيدا رائع جدا، هيدا بين الأشقوين وال غرويير كثير اقوى من الجرويير بالطعم كثير. هلا انتبهي وين بده ياخذ مال المفعول، المفعول بياخذ اكثر بقلب بس يدوب بيعطي ريحه الفوندو المضبوطه. وهلا كمان يعني ما تنزعجوا كثير من ريحه الفوندو، اهم شيء فتحوا من بعد ما تخلصوا قصه الفوندو، لانه ريحه الفوندو كثير مزعجه من بعد ما تخلص. بس مش قد السمك المالح. لا اكثر بكثير ريحه الفوندو، لا اكثر، انا بالنسبه لي ريحه الفوندو اكثر مزعجه كثير عن جد. عن جد فتحوا، لانه وملاحظين بكل محلات الفوندو المضبوطه، خاصه بسويسرا، في اسبيراتور فوق كل طاوله فوق كل طنجره في ليه؟ لانه كثرتهم بتعطي عن جد ريحه مزعجه جدا. يلا هيك على السريع خلينا نبلش. لا ما بيأثر، رح تدوب هيدي بس مشان ما نجرح ايدينا يعني تركناها. لكينا شوفي قصة الفوندو قدي نحن هيني اللعبة هون. لاحظت لأنه ما بنكت. هيدي اثنين عندي، بدي توم إجباري، ما فينا نعمل فوندو بلا توم، ممنوع. حسين من التوم عم تسمع شربي؟ نو 4 مينوت. اوكي جريت منيح. بيرفكت جريت. اوكي توم بعدني على البارد، ما حطيت شيء بعد ما بدل دوارت وايت واين، مبيد ابيض، ملح، ناتميك جوز تيب، بهار ابيض، وعم حط يلا جبنة البوفور بعدني على البارد، غرويير كونتي مع بعضهم، خلصت. يلا نار قوية، نار قوية. هلا اللي بنخليه هون ويصيروا هيك اكيد. هلا بنخلي النشا على فرد ميل، بدنا ندوب النشا هلا اخر تكه بس تدوب مزبوط لانه بتمصل. فينا نخلطها بالكيرش، هو اصول تخلطيها بفنجان كيرش، اللي عنده كيرش بالبيت يستخدم فنجان كيرش، كثير بيعطي طعمه واصول، هيدا موجود بالرسيبي تبع الاكله. اوكي على طول فنجان قهوه كيرش، فنجان قهوه مع ملعقه صغيره من النشا. هلا بنصير الاخر نعرق لها منها، لانه بس تدوب الجبنه مزبوط بدها تمصل، بتصير في ليكيد على الوجه. هيدا التارجت تبعها انه بس نحطها نقدر تكمش. نرجع نكمشها بتصير تمغط اكثر، النشا كمان بيساعدها انها تمغط اكثر. اوكي هو التيبس اهم شيء، كثير مهمه يعني صح، مش بس اشترينا الفروماج وطبقنا مزبوط. هلا صح ديجا صاروا كرامبل، هلا ديجا صاروا كرامبل، شو بنعمل فيهم؟ بنشيلهم هيك مثل ما هن، دخليهم دغري على كتروا منها، لانه هيدي هيك لازم تكون. فينا نكتر بسكوي؟ ايه بدنا بسكوي كثير. فينا اذا حطينا 300 بسكوي بنحط 300 بر، مزبوط؟ مزبوط على طول يعني زيت ال نو انتبهي 300 بسكوي 150 بر. نحن هلا شو عملنا؟ 200 شوفان، 200 بسكويت. ايه سبري شوفان. سو على طول نص الكميه هي الزبده، نص الكميه تبع كل شيء بسكت، يعني فيك حتى تخلطي حيالة صنف تجمعيهم، طلع البسكويت 400 جرام بدك تحطي 200 زبده. 200 زبده. اوكي. يلا. موس. كريم مع كريم تشيز. صح. هيك على الوجه. حبيت البرزنتيشن هيك مثل الثلج. صح. عاملينها مثل كأنها مبينة كرامبل، هينة تنعمل يعني ما بدها شيء، وسريعة وطيبة كثير، طيبة كثير.
يلا تفشون هيك حد بعضهم تكون ينزلوا مثل الفليكس. ايه سنو فليكس. سنو فليكس طب هلا بدنا نزيد فوقهم البيريز. بلشت الريحة بلشت. هلا بكاتيا ميرسي. شوفي من الديسير هين وسريع. هلا هين وسريع وحلو كثير حلو فيستيف وكل شيء والوان نويل كمان. طبخه فوندو هين وسريع. اذا كمان اذا عم تفكروا شو تعملوا ديسير اخر تكه عن جد هينه كثير على السريع. هون وصلنا على المرحله الاخيره بالفوندو. عم نحط لها النشا نرجع نجمعها كلها مع بعضها. اوكي بس نشوفها انه مسكت كلها ما بقى في مصل على الوجه بتكون الجبنه صارت ردي جاهزه. روعه روعه روعه. خلصت يا خلص ما بقى رح نتركهم ولا شوي تعمل مش بس ريبون. نحن ناطرين ملايين المشاهدين عم يحضرونا. روعه رجعنا جبنا الابرن. لشو معمول؟ العجله على طول العجله عجله بركة باذنجان دايبه خالصه وعلى الجمعه. طب طب هون ديسير حطينا هلا على وجهها بعد شويه بنبلش على الوجه نذوق الفوندو على وجهها. اخر شيء بالديسير احط على الوجه وايت شوكولات شوكليت. هيك على الوجه قرشه الوايت شوكليت كمان معها طبيعي تعطي طعمه رائعه. طب خلصنا ما هيك وكبيره هيدي. تفضل اهلا وسهلا. انا اكيد ما في شيء من قيمتك. ناطر ناطر باجيت باجيت باجيت. ملاحظه مهمه مش حيلا باجيت. بنرجع قصه الباجيت. شفنا الكيك بدك تفرجينا توني الفوندو. اوه هيك هيك هيك. رائعه. ده طعمه البوفور. البوفور شغله روعه. سلاد اجباري حده. فينا نحط بطاطا صغيره كمان حده مشويه او مسلوقه. مجرد ما اقول فوندو لازم يكون في معه بطاطا. والسلاد كثير مهمه كمان. واو شو طيبه لتهضم هالدسام اللي رح. معك حق الريحه. بتعرف ريحه شو؟ محلات الجبنه بباريس. صح صح مزبوط مزبوط نفس الريحه بس اخف بشوي. بتعطيك هنيك اقوى اقوى اقوى. اهم شيء نضلنا نحركها كمان لقصه الجبنه. مش نتركها على الشمعه ونخليها نخليها هيك. اوكي سو على طول في ملعقه صغيره ضلها حدا حركها. فينا ندوق الدسير ولا نسيت؟ ما بدنا نخفف فوندي. بدك تاكلي كل صحنك قبل. اه ما فينا. بدي اترك محل عشيه. احترقت. شو غيزون احترقت كمان. مش بس بتحرق ايديك. بس تنهي الدسير. النشا شو دوره هون؟ ما يخليها تجمد ترجع تكمش. صح ترجع تكمش لانه بتعمل مصل على الوجه. تفصل سو مجبورين نرجع نشيل لك اياهم من الكعب. انا ام ديسيرت بيرسون. ما فيني يعني بس تذوق. اوكي حط لك شويه وايت شوكليت كمان استاذ. ثانك يو. طب تنتفق تاخذ الدسير انا الفوندو. ثانك يو مانا سكري
ابدا. زست زست الجينجر الجينجر كثير مبين فيها. انا ما راح فينا اوقف، ما راح فينا. انا بحب عيد المشاهدين، بعيد عائلة الام تي في وبعيدكم و ميري كريسماس، وبشوفكم الاسبوع الجاي ان الله راد نهار الثلاثاء. بتمنى لكم الصحة أهم شيء، وكل شيء حلو وكل شيء بتتمنوا. ما تنسوا البسمة. باي باي.